الحياة فرصة واحدة للاستمتاع، والبخيل وحده من يقسو فيها على نفسه رغبة في جمع الأموال دون ما فائدة وهدف. شلالات أوزود بإقليم أزيلان واحدة من أهم المناطق المجدبة للأنظار والموطن المهدئ للنفوس. يمكن الوصول إليها من عدة أبواب، نحن اخترنا بوابة أيت عياد عبر أيت عتاب. المنطقة التي وجدنا أهلها يسوقون يوم الأربعاء، لهذا اغتنمنا الظرفية لاقتناء بعض الحاجيات، ومنها الشواء العزيز على قلبي عند معانقتي للطبيعة. الصلاة والفواكه ضرورية أيضا في مثل هذه السفريات الرائعة، دون أن ننسى دور الموسيقى في تطعيم مصادر معالجة الضغط والصداع. من مدخل أزود كان الأمر يبدو لنا رائعا جدا، جمال المكان، الطبيعة الخلابة، وطيبوبة السكان المحليين. عند وصولنا وجدنا وكأن المكان لا يزال مقيدا بضوابط الحجر الصحي، فارغ من الزوار والحركة، إلا من أهل التجارة الذين لا مناص لهم من حراسة مقراتهم. أول ما قمت به رفقة زميلي محمد كسوة اختيار المكان الأنسب للجلوس. والجميل أن يكون بالقرب من الماء، وهو ما كان فعلا، لأمر تستدعيه إلزامية وضع هذه البتيخة تبرد. وحيث أن ضيق الوقت يقتضي منا الإسراع في تهيئة الأكل، شرعت مباشرة في لم الحطب وإشعال النار. النار التي يجد معها رفيق الأستاذ محمد صعوبة بالغة جدا، نار من لا شيء، مجهود بدني وفكري. إنها جلسة طبيعية وبسيطة ورائعة جدا، لا يلزم لها وافر من المال للقيام بالمثل، وما يلزم أن يكون للشخص عقل رزين وحكيم يسمو به درجات الملائكة، حيث يشعر ويحس ويعلم أن الهدف من الحياة شيئان: عبادة الله والعمل على زرع الحب، وكل ما هو جميل يخدم الناس دون التفكير في انتهاك إنسانيتهم الفضلى. مشاهد من هذا القبيل نرسمها للعاشقين، لاعتبار أن الشواء هو في الأصل رمز للكرم والنخوة والأباء. خرجات وسفريات من هذا النوع يصبو إليها كل حامل لهوى تميزه محاسن الأخلاق وحسن الطبائع. أسلوب العيش البسيط، الغالي المشاهد، الرخيص التكاليف. العنوان السليم لنظم أهل الخير ولثقافة أهل الوطن القديم، رموز الأيام التي لا تبقي على أحد. وما حضورنا إلى هنا إلا من أجل التذكير بجمالية المكان، تشجيعا للسياحة المحلية التي تعد مصدر رزق لكثير من العباد.
وإلى الجزء الثاني من الرحلة بحول الله. إذن مشاهدي أزيلال تي في، مرحبا بكم مرة أخرى في موقع سياحي آخر من إقليم أزيلال الحبيبة. فكنتواجدوا قبالة شلالات أزود العالمية المشهورة اليوم يعني الأربعاء فاتح يوليوز من 2020، وبعد الجولة اللي قمنا بها يعني لاحظنا يعني التراجع الكبير في نسبة الزوار لهذا المنتجع السياحي بسبب ديال الجائحة ديال كورونا، واللي تأثر يعني القطاع السياحي بشكل كبير في المنطقة. نتمنى من الزوار ديالنا الكرام يعني داخل المغرب وخارجه أنه بعد ما ترفعت الإجراءات ديال الحجر الصحي في بلادنا أنهم يعني يجيو لهذه المنطقة الجميلة باش يساهموا ويساعدوا يعني في تنمية القطاع السياحي.